سعد الجعيدي غير راضي عليه. تامر مدعف الأمان. تمنيت شيء وقدر الله شيء وصار، ولا لي سوى وجه الرضا لو تصنعته. الواقع. تبي الصراحة؟ والله إني بغيت أنهار، ظروف الحياة أقسى من اللي توقعته. الخيرة. أنا هقيت من خيرة العبد في مختار، وثيري وثاري خيرة المولى العبد أن سنعته. بقي أن نقول لكل منا قصته الخاصة وجانبه الآخر، حتى القمر يظهر جانبه الآخر، تدرون متى؟ حينما يصبح القمر العملاق. ودعتكم الله، إلى حين أنا ألتقيكم. Thank you.